يوم جديد وجولة صباحية جديدة لليوم الثلاثاء 24 شباط يسعد صباحكم مشاهدي اورينت نيوز وين ما كنتوا صباح الخير مشاهدينا الطب والسينما ومواضيع ثانية بجولة اليوم بس بداية خلينا مع بعض نشوف العناوين تسوس الاسنان من اكثر امراض الفم والاسنان انتشارا بين مختلف الاعمار ما اسبابه وما هي وسائل الوقاية منه وفي تركيا مدارس اورين تسعى الى تطبيق وسائل واساليب التعليم الحديثه وتطوير التعامل القائم ما بين المعلم والطالب. وفي سينما الاسبوع فيلم 50 شاديز اوف جراي يدخل المنافسه بقوه ويحتل المرتبه الاولى. أما في أخبارنا المنوعة لليوم قروض الطلاب تضعف سوق الإسكان الأمريكية يعد مرض تسوس الاسنان من اكثر امراض الفم والاسنان انتشارا بين الاعمار، حيث يحتل تسوس الاسنان المرتبه الثانيه بعد نزلات البرد الشائعه من حيث الانتشار. وبمجرد وصول الطفل لسن الخامسه، نشاهد ما يقارب من اربعه اسنان مصابه بالتسوس، واكثر من عشره اسنان مصابه بالتسوس عند البلوغ. تسوس الاسنان اسبابه ووسائل الوقايه منه موضوع راح نناقشه اليوم بفقره الطبية مع طبيب الاسنان احمد شاميه صباح الخير دكتور طيب. احمد اهلا وسهلا فيك دكتور طيب. آه بدنا نبلش اول شيء بالتعريف تسوس يعني بنعرف وخاصه ان التسوس اليوم بصيب الاطفال اكثر تفضل طيب. آه مبدئيا ان شاء الله بدنا نعرف آه تسوس الاسنان بنقدر نعرفه بشغلتين آه سريعات هو عباره عن آه ذوبان الكالسيوم من الطبقه الخارجيه من السن وتهدم الطبقه الداخليه في السن. هذا هو تعريف بسيط لطب الأسنان، لتسوس الاسنان. مشاكل الاسنان بنقدر نلخصها بشغلتين خفيفات سريعات هي عباره عن مشاكل الضرس نفسه او السن نفسه ومشاكل اللثه او الانسجه المحيطه بالسن السن. نفسه. أسبابها يعني زي ما في عنا شغلة اسمها مثلث النار في عنا في طب الأسنان أو تسوس الأسنان في مربع إذا شلنا واحد من أضلاعه بتنتهي موضوع التسوس نعم الشغلات اللي هي الأضلاع هذا المربع يعني في عنا السن نفسه بكتيريا الفم الطعام أو الأكل والسكريات تحديداً والعامل الزمني وهذا اللي احنا اكثر شيء بنقدر نشتغل عليه على اساس ننزل من موضوع التسوس. شو رايك؟ نعم يعني منطق جدا وخاصه يمكن <applause> خطوه خطوه هلا بتأكيد من هذا المربع وش شيء بالسن وخاصه عم بيقولوا بالفعل هو ثاني اكثر مرض انتشارا يعني تسوس الاسنان تمام ضمن الدراسات العالميه تمام تمام <applause> موضوع تسوس الاسنان بنبلش نشوفه من الاطفال من بعض الاطفال من سن الثانيه صح بنشوف اطفال عندهم تسوس اسنان <تصفيق> الاسنان <تصفيق> وهذا بده يكون بالتاكيد بسبب مثلا نوع ال ال الاطعمه اللي عم بياكلها او قله العنايه ايضا هلا انواع الاطعمه صارت حاليا بوقتنا هذا تلعب دور كبير في الموضوع يعني اختلفت الاكل اللي بياكلوه الاطفال تحديدا عن زمان صار في كثير انواع شوكولاتات شيبس بسكوت فهذا كله بيعمل صار مشاكل مع قلة تنظيف الأسنان أو نرجع بنقول العامل الزمني اللي بنشتغل عليه صار قليل نوعا ما خصوصا في الأطفال يعني الأهل بيقول لك عندهم شغل مبدأ أنه أحنا الأسنان هاي أسنان لبنية أسنان راح تتبدل راح نعم. تتبدل إذا مش مهم يعني حتى لو شافوا أطفالهم أسنانهم مسوسات بيقول لك مش مهمة هو راح يتبدل في شغلة مهمة يعني ممكن نحكيها عن الأسنان اللبنية الأسنان اللبنية غير أنه الطفل أصلا بيأكل عليها الأسنان اللبنية مهمة جدا في موضوع التبديل دائما بتعمل على أنها تحفظ مسافة للأسنان الدائمة, الدائمة هاي شغلة بيطلع. كثير الأهالي بجهلوها يعني الأطفال دائما اللي ببدلوا أو بيخلعوا أسنانهم قبل موعدهم على الغالب بصير في عندهم مشاكل تقويميه في المستقبل <تصفيق> <تصفيق> طيب هلا هل نحن عم نحكي عن تسوس الاسنان عند الاطفال يعني هذا الطفل اذا فعلا سوس انه وما عالجه اللبني اللي يعني عم نحكي على اللبني قبل <applause> السن الدائم هل يؤثر على السن الدائم هلا هذا شغله برضه في الاهل قله فهم في الموضوع <applause> هذا انه بقول لك انه ممكن طيب اذا سوس اللبني هل بيعد الدائم او بيطلع الدائم في مشكله لا ما في مشكله بيطلع فيه على الاغلب لا ما في مشكله بس المشكله معانا في الاسنان اللي زي ما قلت موضوع ممكن يعمل مشاكل تقويميه في صفه طبيعه صفه الاسنان اما انه سن اللبني عشان نسوس يطلع الدائم مسوس لا هذا مش صحيح هلا يمكن الكثار عم بيحاولوا يزيدوا وعي الاهل وتحديدا فيما يتعلق بتفرش الاسنان يعني مجرد ظهور اول سن لبني المفروض احنا بالفعل أه نساعد ابننا او احنا ننظف أه 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 السن نفسه لكن انا بدي ارجع مع حضرتك للعوامل او الاسباب المؤديه احيانا بيكون ما في ولا اي عامل مقنع يعني الطفل ما عم بياكل حلو كثير أه تغذيته منيحه لكن بنفس الوقت عم يصاب بتسوس الاسنان يعني بيولوجيا او حتى وراثيا الموضوع له دور؟ موضوع الوراثه في الاسنان موجود نوعا ما، لكن طبيعه تغذيه الام وهي حامل في الولد هذا مهم جدا جدا، عشان هيك دائما بننصح الحوامل انهم ياكلوا كثير كويس، موضوع التغذيه بياثر على الاثنين على الام وعلى الولد وعلى طبيعه اسنانه وكيف راح تطلع، في بعض الادويه اللي بتاخذها الام بتاثر على الاسنان الجنين لما يعني الاسنان اللبنيه تحديدا. موضوع انه الطفل بسوس اكثر من 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 طفل ثاني هذا زي ما حكينا موضوع انه بفرق من من الام، لكن الموضوع الاهم التنظيف. التنظيف، يعني ممكن طفل بتلاقيه مش قاعد فعليا يعني بياكل بس حتى الاكل اللي بياكله عشان ما بنظف اسنانه او حتى شرب الحليب مم. الحليب نفسه اللي هو الطفل اللي بيشربه بالفتره اللي هي السنة يعني عمر سنه او سنتين حليب الاصطناعي مو الحليب الام حتى يعني. لو حليب الام حتى لو حليب الام مجرد انه الطفل مش قاعد بفرش اسنانه او الام بتنظف له اسنانه هذا راح يعمل مشاكل طيب دكتور حكيت عن مكونات السن خلينا نحكي عن الطبقة حكيت أنت كمان يمكن ضعف طبقة الكالسيوم بالسن أو نحكي عن الطبقات قديش هي مهم أنه بالفعل نحن نقوي هذا السن وكيف نحن فينا نقويه لحتى أنه يصير نخفف التسوس هلا طبيعة السن يعني بالفترة الطفولة بفترة الطفولة هي سنتين ثلاث بتبلش الأسنان الدائمة تتكون مجرد ما طلعت تقريبا ان نقويها بصير موضوع صعب شوي او انه يعني البناء نفسه نغيره اما بصير ان نحافظ عليه هذا اللي احنا بدنا نشتغل عليه في كثير طرق ان نقوي او نحافظ على السن في اهم شيء اهم شيء تنظيف الاسنان بالفرشاه هذا اهم نقطه في بعد هيك شغلات بتصفي زي المضمضات زي شغلات الفلورايد اللي بنحطها على الاسنان على اساس تحافظ عليه من التسويس بس برجع بقول دائما للجميع انه اهم شيء الفرشاه نعم <applause> نحن بدنا نحكي على نظافه الاسنان وطرق الوقايه لكن خلينا نحكي اليوم ببنيه السن كيف نحن فينا نخليه قوي عن طريق ادويه او الغذاء من الطفل وحتى البالغ يعني احيانا البالغين ما بيكون مسوس، بعد فتره سنه يمكن او سنتين اذا ما اخذ يمكن مقويات او يمكن بينصحوا دائما بشرب الحليب لتقويه الكالسيوم بيؤدي الى تسوس، خلينا نحكي بالطفل 100% 100% يعني طبيعه الغذاء في شيء مميز الانسان بده ياكله بس هو يكون اكل طبيعي متوازن بيحتوي على خضار فواكه كثير على اساس انه كله ياخذه اما الشغلات الاصطناعيه بيبسي البسكوت هاي بده يبعد عنها صح طبيعه السن السطح الخارجي اللي هو السطح المينا اغلبه كالسيوم ويعتبر من اقوى الانسجه في الجسم بعد هيك في عندنا العاج السن طبعا بيتكون من ثلاث طبقات. ثلاث طبقات هو عباره عن المينا العاج واللب او العصب بدنا نقوي احنا دائما يعني اصلا نرجع ل يعني تعريف التسويس يعني او كيف بصير التسويس اصلا زي ما قلنا في عنا المربع تبع التسويس اللي بصير لما يصير في عنا تسويس انه البكتيريا اللي هي اللي هي الدور الاهم بتيجي بتحلل الطعام بالعامل الزمني بتفرز اسيدز او احماض على مواد على, على على السن بتعمل انه بتشيل الكالسيوم منه لما يتشال الكالسيوم من السن ي... بضعف طبقة المينا بضعف طبقة المينا بعد هيك بصير تهدم في الطبقة الداخلية صح. في نفس السيل لا توصل العصب في كثير من الأحيان 100% وهون بصير الألم قديش ال... ال... هذا بياخذ وقت يعني بالفعل هو عامل أنت حكيت على العامل الزمني 100% ميب... هلا قديش لحتى نحن نوصل لهي المرحلة هلا بدنا نوصل لمرحلة إنه يوصل التسوس للب أو للعصب هذا بياخذ وقت أما إنه العامل الزمني إنه متى ببلش التسويس أو متى ببلش يفرز هاي الأحماض هاي بتبلش في طيب. في نفس اليوم أنا بدي سريع. أسأل مم. إنه في بعض الأشخاص اللي بيفتحوا بيشوفوا على السن في مثلا علامه سوداء انه هذا دليل يمكن على التسوس الناس ما بيطلع لكن بيسوس كيف كيف يكتشف هذا الشيء هلا في بعض التسوسات بتصير بين الاسنان ما يعني المريض مش راح يشوفها لما يتفرج مثلا بالمرايه وهيك مش راح يشوفها هون بيرجع الموضوع انه يزور طبيب الاسنان كل يعني ضمن جدول كل ستة اشهر كل م. ثلاثه في ناس كل سنه المهم بيزور يعني وفي اعراض من. يمكن الالم بيرافق تسوس الاسنان فيعني بيضطر المريض او المصاب انه الالم بكون مش مع بدايه التسوس, التسوس دائما آه وفي شغله دائما بحكيها انا لكل الناس انه قبل التسوس ما يوصل اللب او العصب آه بصير المريض بحس بلسعات زي ما من الالم عم بلمع بيكون بيكون بلمع بالضبط هلا هون اغلب الناس للاسف ما يعني بياخدوش صوره للموضوع بقول عادي يعني بروح مم. موضوع المشكلة الاسنان انه مجرد ما السن سوس التسويس مش رح يروح لحاله ابدا يعني إلا, طبعًا. الا الا يعني بده تنظيف بده بده تنظيف او بده حل عند الطبيب مجرد ما سوس المريض بيقدر يحمي نفسه من التسوس بالبيت في الشغلات بس الشغلات اللي لسه ما سوست صح اما مجرد ما سوس يعني خلص يعني في وقايه حتى نمنع التسوس لكن مي. بمجرد بدايه التسوس الحل بده يكون عند طبيب الاسنان ارجع لحضرتك انا ايضا على المربع اللي ذكرته حضرتك وذكرت ضلع مهم جدا اللي هو التغذيه هلا مي. احنا متعارف انه الاطعمه الحلوه او السكريات هي اكثر شيء بتساعد على تسوس الاسنان طيب. لكن هل في اطعمه اخرى يعني وتحديدا عم بيقولوا كتير عن الكربوهيدرات يعني المخمره هل بتساعد ايضا في انتشار التسوس هلا موضوع ال الكربوهيدرات او السكريات والبسيطه منها تحديدا هو الاقوى في انه تسويس الاسنان لكن كل الاطعمه كل هي يعني في ناس بفكروا بس انه السكر او الحلو او البيبسي هو بس اللي, اللي, بيعمل تسويس هذا الحكي مش صحيح كل تقريبا الاطعمه بتعمل المشاكل مع العامل الزمني بس اللي بيميز هاي الشغلات انه بدها وقت اقصر عشان التسويس يعني السكريات عشان الضغط يعني. نعم. نعم اما الشغلات الثانيه بدها وقت اطول بس في الاخر بتعمل تسوي طيب هلا مثل بعض الاطباء بينصحوا بانه بي التقليل من مياه الغازيه او خلينا نحكي عن المشروبات الغازيه مثل نعم. الكولا والزيوه هيك ايضا الحوامض يعني في ناس مثلا بياكلوا السلطه كثير بيحطوا حامض آه يمكن كمان شو كيف انت في تنصحهم او شو المسببات الحوامض هلا بدي هل 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 تسوس ولا لا يمكن مفعول السكريات اكثر بالتسوس هلا المشروبات الغازيه بشكل عام غير انه فيها مليان سكر آه نفس الماده الغازيه بتعمل انه بتشيل الكالسيوم صح. من, صح. من يعني مفعولها اقوى من الحلويات اقوى <applause> فيها مادة قاعدية في كثير أطفال يعني اليوم ما ما بياكلوا يمكن اذا ما كان في هاي هاي مشكله في طبيعه الاكل اللي بناها اللي بنتها الاسره على المائده تبعتها يعني على السفره بيبسي الكولا لو استبدلتها بال بال بالعصائر بالتاكيد في بعض اذا بتحب العادات اللي بيتبعوها اطفالنا الباسيفايرز مثلا لحيات او مص الاصبع هاي ممكن تزيد من تسوس الاسنان ولا ما لها علاقه ابدا أه اللح أه اللحيات ومص الاصبع يعني مش ملهاش دور تحديدا أساسي. في التسويس بس إلها مشاكل خصوصا بصل الاصبع لها مشاكل في العضه في التقويميه 100% اما انه لها دور في التسويس يعني دور ضعيف نوعا ما نعم. طب نحكي هلا بعلاجات يعني تسوس في ناس مثلا بيخافوا ويقول لك انه هلا انا زرحت عن طبيب بدل ما ينظف تسوس رح يصير يحفر وبعد فتره بده يقعد يعمل لي مشاكل للسن ويمكن يوصل للعصب مم. يعني يمكن انه خلال التنظيف انه كمان تضعف طبقه الكالسيوم وبالتالي انه ممكن ياثر على اللب م. شو ردك على هذا الموضوع بالفعل كيف احنا فينا نعمل علاج يعني هذا موضوع نوعا ما يعني الناس مش فاهمان 100% احنا دائما بنحكيها احنا كاطباء اسنان دورنا نحافظ اكثر مما ان دورنا يعني نعالج نعالج او او نخسر المريض اكثر من اللي بده اياه يعني احنا دائما بنحاول نحافظ مثلا في العلاج على اكبر كميه سن ممكن نحافظ عليها لانه ما في شيء بيعوض السن الطبيعي طبعا في الاخر يعني شو ما حطينا نوع حشوات او او تلبيسات تركيبات ما في شيء بعوض السن الطبيعي هاي دائما بنحكيها طيب دكتور خلينا نحكي اليوم بالعلاجات يعني اذا واحد عنده تسوس طبعاً. انت شو بتعمل ازاله التسوس ووضع طبقه او ازاله التسوس فقط ومثلا في علاج نحكي عن العجو العلاجات هلا العلاج بيعتمد على نوع التسويس اللي اجانا فيه المريض حسب في انواع للتسوس؟ في انواع لت... هو التسوس تسوس بس في انواع يعني ممكن انه السن يرجع اللي هو بسموه ريفيرسبل أه. تمام يعمل ترميم يعني السن نفسه يعني بيرجع هلا يعني فقط شويه كالسيوم بيرجع بس هاي للاسف المرضى بيجوناش فيها لانه اصلا بكون في هاي الحاله بس السن قلب لونه من الابيض اللامع للابيض المطفي تقريبا زي الحليب تمام <applause> هاي المرضى ما ما بينتبهولهاش فقليل قليل جدا وما بيكون جموت. في الم وما بيكون نعم. في الم 100% هلا لما يصير عندنا اللون الاسود او البني هذا خلص يعني صار بده علاج احنا طريقه علاجنا للموضوع بكون حسب شو أجال المريض يعني وين وصل معاه التسويس هلا احنا ما بنشيل الا الجزء المسوس فقط الموضوع غير مؤلم طبعا <applause> الطبقه يعني طبقه فقط المسوسه مهما كانت واصله يعني اذا اغلب المرضى للاسف اللي بنشوفهم بكون خلص الطبقه <applause> الاولى في الثانيه في الثالثه <applause> يعني فكله كله يعني هون أه هنا لا بنضطر زي ما قلت لك بنشيل كل التسويس هي قاعد يعني ما في بعض المرضى للاسف بيجوا بيقولوا احنا بس بدنا نسد الفجوه او النخر الموجود في الاسنان هذا مش صح لانه لازم زي ما قلت لك انه ينشال كامل التسويس آه. <applause> بعد هيك بنحط الحشوه مهما كان نوع انا بدي ارجع لطريقه تفريش الاسنان يعني م. احنا معظمنا يمكن ما بيعرف الطريقه الصحيحه بتفريش الاسنان م. غير هيك في مثلا الفلوس الخيط يعني هذا قد ايه بتهتموا فيه م. وفي ما بعرف اذا بتوافقني الراي ايضا واحد من اساليب الوقايه وخاصه عند الاطفال بتحطوا طبقه فلورايد هل بتنصح فيها يعني هل بتخفف من تسوس الاسنان؟ طبعاً الفلورايد ممتازة جدا بتخفف 100% بس آه برجع بقول العامل الرئيسي في الوقايه تنظيف الاسنان. طب شو الطريقه الصح دكتور؟ آه في عندنا اكثر من طريقه يعني اسهل طريقه للناس كلها آه بدنا نقسمها مبدئيا بالغين اطفال. <applause> الاطفال يعني بنحاول نعلمهم دائما طريقه اسهل. آه الاطفال بدنا دائما في فرشاه معينه للاطفال او فرشاه اسنان اطفال يعني نعم. نحاول دائما انه من من يعني مش فرشاه عاديه فرشاه كبار ومعجون اسنان للاطفال طبعًا. معجون الاسنان للاطفال شو اللي بيختلف في شغلتين نسبة الفلورايد فيه اقل طبعا لانه بيبلعوه بيحبوا الطعمه بيبلعوه وطعمه دائما مميز عن الكبار فشغله بتحببهم نبلش في الاطفال طريقه سهله جدا بنحط شويه معجون طبعا قبل ما نبلش بـ بـ بالطريقه بدنا نبلش كيف اصلا الطفل يصير يفرش اسنانه. هاي مهمة آه مهم جدا مم. يعني كثير من الاهالي بقول انا ابني عنده فرشاة عنده معجون للاطفال بس ما بفرشي هلا آه موضوع تنظيف الاسنان موضوع مش محبب مم. عند الاطفال آه لازم نتعب معهم اول فتره بدنا نبلش من عمر ثلاث اربع نبلش احنا نخليهم ينظفوا يف... اسنانهم بدنا شهر شهرين ثلاث الام نفسها هي تنظف اسنان طيب. اطفالها بايدها بعد هيك تحت اشرافها يكون شهرين ثلاث برضه بعد هيك بنقدر نركن انه الطفل صار يفرش اسنانه اما اني اجيب له اياهم واحط له اياهم <applause> ويلا نظف اسنانك <applause> هذا بح. مش راح يصير شو الطريقه دكتور يعني دائريه من فوق لتحت <applause> من تحت لفوق الطريقه بقوة. الطريقه اللي احنا بنعملها في الاطفال هي طريقه دائريه نوعا مم. ما سهله عليهم يعني هي نعتبر الاسنان بصير يلف مم. الفرشاه على الاسنان نوعا ما كامل السطوح بس لازم نعلمهم طبعا انه نبلش في طريقه يعني تدريجيا انه نبلش عشان ما ينساش اي سطح من اسطح الاسنان لانه جميع اسطح الاسنان لازم انها تتنظف معظم الشباب او الهيك بس معظم الناس بالضبط <applause> <الأسنان> الاماميه <applause> بالضبط يعني. الاماميه بس السطح القواطع مثلا م. او الطواحن لازم هاي كلها تتنظف بعدين يمكن في ناس هلا بس الواجهه الاماميه يعني حتى م. من الداخل الواجهه الاماميه بهمهم الطبقه اللي هي السن من فوق الفوق يعني دائما في ثغرات بالاسنان طبعًا. بيدخل فيها عن جد وبيعمل الفرشاه يمكن بس بالطبخة الأسنان الامامية وبيعمل مضمضة وخلاص آه آه بالضبط لكن هاي مشكلة لازم من جميع الأسطح تتنظف الأسطح الامامية الأسطح الداخلية الاسطح الطاحنه وشغله بين الاسنان <applause> وبين الاسنان هذا الفلوس الخيط خيط الاسنان الخيط. وحتى من اعمار صغيره يعني ما في حتى صغيره يعني في يستخدمون. في بعض المناطق بين الاسنان الفرشاه ما, ما بتجيبها بتوصل ما لها. بتوصل لها الفرشاه اللي على البطاريه دكتور بتسهل كثير يمكن للاطفال بتنصح فيها؟ للاطفال ماشي حالها بس و... بدنا نعلمهم بدنا نعلمهم <تصفيق> الطريقه <تصفيق> التقليديه لا 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 احسن نعم. خلينا آه. على العاديه بعدين عدلتي. على الطريقه بالضبط <applause> لا لا هي هي الطريقه يعني هي لحالها بتفرش يمكن هي بالنسبه دائرية. طبعا للاطفال بالنسبه للكبار بنعلمهم طريقه يعني بتنظف اكثر شوي بتجيب اللثه بنعلمهم دائما يجيبوا معجون اسنان نوعيته كويسه لا في ناس كمان يعني يستخدموا السواك انت شو رايك فيه السواك ممتاز جدا جدا مم. يعني حتى لماده الفلورايد اللي بتهمنا موجوده بالسواك كويس انت بتنصح فيه وطريقه آه ممتاز له. جدا لكن مم. انا بنصح برضه دائما ما نستغنيش عن المعجون يعني يعني, يعني يعني كل فتره يمكن خلينا كمان معجون والفرشاه بالظبط 100% تفضل يعني نحكي عن معجون الاسنان دكتور هلا بتشوف يعني مثلا في معجين لاسنان اكثر بياضا لاقل تسوس ماده الفلورايد اللي فيها شو اللي بتنصح فيه؟ هلا بالنسبه للشركات المعاجين طبعا كله اللي, اللي بنسمعه في الدعايات دعائي يعني اسلوب دعائي نوعا ما مم. احنا اللي يعني المعجون عشان يخليه ما يسوسش مثلا ما كل البعجين في الاخر عشان الأسنان ما تسوس هلا في شغله الفلورايد مش لازم تزيد اصلا عن 1500 جزء في المليون في موضوع معجون الاسنان فمهما كان نوع المعجون انا دائما بحكي هاي الشغله انه بس اقرا عليها انه 1500 لا تزيد عن 1500 خلص كويس مهما كان بس في بعض البعجين هسه للاسنان الحساسه طبعا هاي بكون فيها شويه مواد غير يعني <applause> اما اكثر بياضا وهي لا مش كثير صراحه هي ما يعني ما لها دخل بالتسوس ايضا يعني لا ما لها علاقه موضوع البياض لا اما <applause> اما ما اللي بهمنا في التسوس في المعجون الفلورايد ماده الفلورايد والفلورايد <applause> هذا موجود في كل المعجون طب موجود حقيقة. في اطعمه معينه دكتور الفلورايد لا ابدا ما طعمه مش, <applause> مش الفلورايد يعني موجود في اي شيء طبيعي أوه. يعني اغذيه آه آه مثلا موجود, موجود طبعا مثل مية الشرب فيها مثلا قبل قبل ما نحكي عن الاغذيه مية الشرب فيها او مية الشرب تعتبر من احسن المصادر اللي ممكن ندعم فيها الفلورايد مم للناس يعني مم الاردن مثلا مية الشرب تبعتها ممتازه جدا بالنسبه للفلورايد أه بس كل الناس اسنانهم متسوسه <applause> نعت... <تكلم> <ما بنرجع، تصفيق> نرجع 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 نحكي لطبيبه التنظيف طريقه التنظيف اكثر <applause> والمشكله يعني، الناس يعني يمكن دكتور انا بدي احكي لك في ناس بمطاعم تاكل <applause> وب... يعني أنا بنصح يعني من النصائح انت لازم تذكرها ما بعرف قديش بتحكي عنها انه المضمضه يعني كمان طريقه <applause> بسيطه يعني ممكن اول شيء على الاقل تخفف من الحوامض من السكريات الموجوده بالتم صحيح ولا لا <applause> 100% <applause> اي حكيت بالعلاجات لكن انا بدي احكي انت فعلا التسوس اليوم احنا مخصصين حلقه التسوس <تصفيق> <تصفيق> انت بتبلش مرحله الخطر فعليا يعني اليوم انت حكيت يمكن يصيبوا تسوس ما يروح لعند طبيب لكن انت بتبلش مرحله الخطر الحقيقي وبالفعل صار السن مهدد انه صار بده حفر حتى ما نجي لمرحلة الحفر السن وحط حشوة هلا المريض مش راح يحس بالحكي هذا الا لما يوصل تقريبا للعصب في قلنا في مرحله بسيطه نوعا ما زمنيا المريض بصير يحس بالساعات هاي بس المريض على الاغلب ما بيجيش هون بعد هيك المرحله اللي بعدها انه التسويس يوصل للعصب هلا غير هيك في عنا عاده دارجه انه بس يوجع سنه بيقولوا له تمضمض بمي وملح ملح مثلا مي وملح الوجع لا مي وملح ممتازه للنت جدا جدا اما بالنسبه انها تعالج تسويس لأضعيف نوعا انه بخفف الالم ولا لا المي والماء لا القرنفل هذا كريم آه. <applause> 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 طب دكتور هلا بتشوف كثير ناس مهووسين بهالابتسامه الهوليوود يعني الابتسامه <applause> البيضاء هلا بالتاكيد مو كل حدا بيقدر يعمل اسنان تجميليه لكن في طرق شعبيه ثانيه بستخدم مرات كربونات الصوديوم ملح الليمون او الليمون هل هذا كمان بزيد من تاكل طبقه المينا وبالتالي بزيد من فرص تسوس الاسنان 100% في شغلات كثير ما فيها في شغلات كثير الناس بيروحوا عند العطارين بيجيبوها بكون شو معروف ايش اصلها هاي الشغلات المشكله في بعض المنتجات اللي موجوده في السوق لا اشياء شعبيه يعني هي بتكون اشياء شعبيه وانا يعني في طبيعه شغلنا بنسمع شغلات كثير <applause> نصائح من الناس انه كيف تحصل على ابتسامه بيضاء هي اولها راح تعطيك ابتسامه بيضاء بس بعد هيك <applause> رح تعطيك بتاكل تعطيك نتائج سيئة صراحة <applause> آه راح تتاكل نعم تاكل طبقه المينا نعم آه دكتور احمد الشاميه انا بدي اشكرك بنهايه حلقه اليوم وان شاء الله نشوفك بحلقه جديده عن شكرا. جزيلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لنكمل جولتنا الصباحيه لليوم خليكم معنا